سلام اكتر كده معاكم ايه كامل او محمود كامل. والنهارده يا شباب هنشوف سلندر مان بيظهر في اوض النوم. ايوه يا شباب متخيلين يعني ايه ممكن تلاقي حد داخل عليك في اوضه النوم ويكون سلندر مان؟ انتوا متخيلين يا شباب؟ ان شاء الله باذن الله هنشوف في مقطع النهارده سلندر مان بيظهر في اوضه النوم بس في ماينكرافت يا شباب. بس قبل ابدا المقطع انا كل واحد بيتفرج على المقطع ده انك تصلي على النبي اهم من اللايك والاشتراك، انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اذكر الله لا اله الا الله. بعد ما تصلي على النبي كده تنزل تحت المقطع ده تدوس لايك، عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك، وتشترك في انت مش مشترك وتفعل زر التنبيهات عشان نوصل 1,300,000. لو بتحبني اضغط اشتراك. مح اوكي يا شباب ورساله للناس اللي بتضغطش لايك ولا بتشترك في القناه. شايفين الحمار الغلبان ده؟ والله يبقى حرام عليك، هتشيل ذنب الحمار ده وانا هشيل ذنبه عشان خاطر انا اللي هموته. فاضغط لايك واشترك في القناه احسن ما الحمار ده يموت قدامك 5 ثواني. اكتم نفسك وهعد لك 5 ثواني، تضغط لايك وتشترك في القناه وتكتب كومنت. يلا 1 2 3 4 5. بجد انت لو عملت لايك وكومنت واشتراك في ال5 ثواني دول هتعرف انك اسطوره يا حبيبي. وبس يا شباب يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع سلندر مان ده. شكرا لكل المتسابقين في القناه، شكرا لكل واحد بيكتب لي كومنت تحت، وبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نبدا. زي ما انتم شايفين مونستر ان ذا ماين، يعني ايه يا شباب مونستر ان ذا ماين؟ يعني الوحش في الكافه. اوكي الجوده خربت ليه ما اعرفش، بس اتوقع ان الجوده دي من عنده يا شباب. زي ما انتم شايفين صاحبنا قاعد بيجمع زرع عادي جدا، وانسان يعني كويس جدا، يعني شغال عند القرويين زي ما انتم شايفين وبيظبط وضعه. والله انه اسطوره يا شباب، انا نفسي ان انا اشتغل في مزرعه زي ما صاحب. هي هي مش ده بتاع راسه التابوت؟ هو يا شباب والله هو، مكتوب تحت في الكومنتات هو ولا مش هو. اوكي ده موديهم على فين؟ اوكي يا شباب ده نازل بيهم كهف. وات؟ اوكي تعال نشوف. هي رايح بيهم في ماين كارت، هينزلوا كهف. اتوقع ان الكهف ده اللي هيلاقوا فيه الوحش. خلي بالكم خلي بالكم لا تلاقوا سلندر من تحت، بالله عليكم بالله عليكم. هي اوكي صاحبنا ده اتدمج ليه؟ هي كلهم بيتدمجوا اتوقع الشباب عشان البلوكات ضيقه. طيب لا 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 شباب شباب انا خايف انا خايف انا خايف. اوكي يا رب يا رب استرها والنبي يا رب. بيجمعوا جولد جولد ولابس اول ما تنزل ماينكرافت، لابس لابس اول ما تنزل ماينكرافت في الكاف. صعب جدا يا شباب يعني الموضوع ده يعني ما بيحصلش ابدا، 1% بس اللي بيحصل. اوكي صاحبنا ده قاعد بيجمع لابس، وبعد فيو مومنت ليتر اوكي صحابه مشيوا وسابوه لوحده في الكهف. ايه ده يا ماما؟ الجو جوه ضلمه. ماتوا. او ماي جاد. لا قولي قولي ولي مولي بقى جثث يا شباب. مين اللي قتلهم ومين اللي خد منهم الاغراض؟ شوفوا الايرون سلندر مان سلندر مان هو 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 لا هو هو ليتس جو. هو يا شباب انا قلت لكم انا كنت عارف اصلا ان هم هيلاقوا سلندر مان. ذات ريب او الفخ يا شباب، فهنشوف ايه اللي هيحصل في الفخ مع صاحبنا الراكر ده اللي هو سكوبي نوب. ثانك يو فور ذيس فيديو مان. هو اسمه سكوبي نوب؟ يب سكوبي نوب سكوبي كرافت ثانكس فور ذيس فيديو. اوكي ايرون اكس بيجمع طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب، بقى بيجمع خشب واغراض اسطوريه. طب يا ترى هيعمل ايه بالاغراض دي؟ يعني ممكن تقريبا بيجهز هو للفخ. ايه ده؟ طريق من الجلوستون؟ ده اكيد حد اوكي ده اكيد حد قايل له تعالى على الطريق. اوكي دي 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 الموضوع ده في ان الموضوع ده في ان ان يا شباب يعني في في كده يعني كده في حاجه يعملها، في حاجه هتحصل. اوكي الجلوستون بيودي على كهف، اتوقع ان دي خطه خطه حد عاملها له. سكوبي كرافت جو باك، ارجع يا سكوبي كرافت بليز. دايموند او ماي جاد ما ترجعش يا عم، ده احلى دايموند في الدنيا. بس تقريبا ده ممكن يكون الفخ، انا خايف. اوكي استر يا رب استر. اوكي مين اللي طلع دول عليه؟ عصابه دول ولا ايه؟ هم العصابه هيقتلوه. اوكي يا سامنات يلا بينا نكمل ديسكريبنج انتو ذا وود. اوه اتوقع ان حاجه هتحصل في الخشب يا شباب. طب يا ترى ايه اللي هيحصل في الخشب؟ بس تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين وقاعد بيكسر. اوكي مين ده؟ مين الشخص الغني ده؟ عنده دقن صفرة كده فعلى طول اعتبره شخص غني ومعاه دايموند كمان، يعني على طول ده غني وش يا شباب. اوكي اوكي مين ده يا شباب؟ وايه اللي جابه هنا ده؟ اوكي او ماي جاد. المشكلة ان انا خايف على صاحبنا سكوبي كرافت يا شباب، والله مش خايف على حد غيره. اوكي ده واحد دخل الغابة بالليل في نفس الوقت اللي سكوبي كرافت داخل بيجمع فيه دايموند و... هاي خروف من الايميرالد. شباب شفت الخروف اللي بالايميرالد؟ اللي شاف يكتب تحت في الكومنتات ويضغط لايك ويشترك في القناة، والله مش بهزر.
خروف من الايميرالد، انا شفته. ماي جاد، اللي شافه يا شباب يضغط لايك، عرفوني كلكم ان انتوا شفتوه. ماي جاد، هاو خروف من الدايموند في الاصدار ده ازاي بدون مودات؟ هاي صاحبنا الغنيمات. او ماي جاد، لا لا بليز يا ربي، خد اغراضه كلها، خدت اغراضه ليه؟ يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، والنبي يا رب ما يكونش سلندر مان. هو سلندر مان، او ماي جاد، الله يرحمك الله يرحمك بجد. اوكي البيت ده اوكي، شوف هو الخروف من البقره من الجولد، والله البقره من الجولد. وات اوكي، زي ما انتم شايفين عندنا بيت من التي ان تي. طب يا ترى البيت من التي ان تي ده يعني ايه اللي جابه هنا؟ مليان موارد، جولدن ابل انشانتد ودايموند وايميرالد، ادخل على طول. بس انا لو منك ادخل جاري واطلع جاري، انت لسه بتشوف انت بتاخد ايه. خد جاري واطلع، اوعى تفتح شيست، اوعى تفتح شيست، اوعى تفتح شيست، اوعى تفتح شيست، لو فتح شيست المكان كله هيتدمر. اوعى تفتح شيست، والنبي والنبي بطل غباء، والنبي سكوبي كرافت يو ار برو نوت نوب، اوعى تفتح شيست، اوعى لو فتح شيست يا شباب المكان كله. لا 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 لا، فتحش لا فتحش الصا كلها. اتوقع الكريبر وعصابه التي ان تي، البيت هيتفجر بيك. لا الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك، يو ار ديد مان. اعرف على طول الكاميرات على فكره الحاجات دي ما بتصورش وما بتحصلش مع اي حد يا شباب غير سكوبي كرافت وكم واحد من الناس اللي بتلعب العوالم دي، هم الناس دولت اللي دايما بيحصل معاهم مشاكل زي كده زي ما انتم شايفين، بيظهر لهم وهم نايمين وهم بيلعبوا بينزلوا كيفينج وهم بيعملوا اي حاجه بيظهر لهم، فخلوا بالكم يا شباب. اوكي بسم الله، زي ما انتم شايفين صاحبنا قاعد بيجمع ايرون سكوبي كرافت. تمام، شاف ريد ستون، ليتس جو بيبي، ريد ستون اي لاف ات. انا طبعا بحب ريد ستون كلكم عارفين كده، ريد ستون بحبه بس عشان خاطر شكله مش اكتر والله بجد. دايموند، وانا اتحمست ليه اكتر من ما هو اتحمس يعني. دايموند سكوبي كرافت، الله عليك والله اسطوره، ملك الكيفنج من بعد شاب ده نمبر 2 في الكيفنج عشان تبقوا عارفين بس. اوكي مش عارف يحط عشان خاطر الميه الثانيه، الميه الثانيه يا ذكي. اوكي ايوه سد كده، خليك محترف كده، ده ملك كده كده، انت بقيت ملك الكيف. لا او ماي جاد، شفتوا حظه يا شباب، سلندر مان او ماي جاد. لا الله يرحمك، لا اوكي يا شباب والله حظه بريالين الصراحه. This is his lair. اوكي انا ما فهمتش يعني ايه this is lair، بس اتوقع ان دي هتبقى مشكله كبيره، فربنا يستر عليهم يا رب. اوكي وقاعد بيجمع كول زي ما انتم شايفين، فح تمام. هيعمل ايه ده يا شباب؟ سكوبي كرافت شكله بينو على حاجه. اوكي قلت لكم هو بينو على حاجه، هيعمل ايه؟ اوكي بيقول لصاحبه تعالى. طيب هيعملوا ايه يا شباب؟ يا ترى هيعملوا ايه؟ اوكي هاي الاثنين منوب، ها اوكي بيفكروا في ايه دول يا شباب؟ اها عايزين ينطوا في الميه، نط وي ليتس جو. ده غبي ده، ما عرفش ينط في الميه. المهم برضو اها كيفينج، طيب عايزين ينزلوا بقى كهف اسطوري كده زي ما انتم شايفين. ده دايموند ده، هاو هاو ازاي دايموند في اول الكهف كده يا شباب؟ وات انا الله يرحمكم الله يرحم، اصل مفيش اصلا دايموند بيبقى في اول الكهف كده، الدايموند بيبقى في الطبقه ال 11 ودي الحاجه اللي معروفه، ازاي هتلاقي دايموند في الطبقه دي؟ اكيد ده حد حاطته لك كفخ، فاكيد سلندر مان. فانت برضو عزيزي عزيزتي المشاهد لو لقيت دايموند في اول الكهف كده في بيتك كده محطوط لك هديه، لو مش من صاحبك اجري. هي هي كلب شايل كريبر، وات ذا احم. طب كويس ان الكلب يعني بيمشي بعيد يعني، لان لو قرب منه هيفجره. اوكي خلي بالك، انا مش عارف ازاي ومش خايف. سكوبي كرافت هاو وات يو نوت سكيري واي اي دونت سبيك. ايه ده زومبي سارقين شيستات، او ماي جاد اول مره اشوف زومبيز وسارقين شيستات، هم من امتى هم بيسرقوا الصناديق يا شباب؟ هي دول كتير جدا، واو ايه تلاتة هيطلعوا لك اغراض ممكن يا رب يطلعوا لك دايموند. اوكي الله عليك الله عليك سكوبي كرافت يو ار برو مان. اوكي الله عليك قتلهم يا شباب قتلهم يا شباب سو ايزي والله انه اسطوره سكوبي كرافت. اوكي طب هيعمل ايه بقى المجنون ده؟ هيعمل ايه رايح فين؟ ها
رايح فين ده يا شباب؟ او ماي جاد. اوكي او ماي جاد، الجو بيبقى ضلم كل ما بيقرب لجوه الجو بيبقى بيضلم اكتر. حط بلوكات. ايوه الله عليك، حط بلوكه كمان، بلوكه كمان، نط. الجو ضلمه يا شباب، انتوا شايفين حاجه؟ سلندر مان. لا لا لا، اجري. اجري اجري. واي يو ستوب؟ بيقف ليه يا شباب؟ اجري. ما تقوليش هتقتله بلا. لا لا، سكوبي كرافت، ابو مناخير بتنجانه ما بيتقتلش يا سكوبي. ابو مناخير لا يا شباب، ايه سكوبي كرافت ما بيحبش الكروين، شكله شكله ما بيحبش الفيليجر ابدا. اوكي طب خلاص، بما انه ما بيحبش الفيليجر يلا بينا خش. اوكي هيعمل ايه يا شباب يا ترى؟ اوكي انا بدات اخاف، انا بدات اخاف من الكروين بامانه والله بجد، بخاف من الكروين، حاسس ان الكروين هم اللي هيعملوا فيه حركه. ربنا يستر عليه، لان انتوا زي ما انتوا شايفين قاعد بيقتل الكروين وبطريقه بشعه جدا جدا جدا. ايوه ايوه، اصل غلط كده يا شباب، والله غلط. يعني يقتل الكروين؟ صلي على، انت بتروح الكروين شوف بيدمر الزرع بتاعه. هي دي بدون ملابس، كرويه بدون ملابس يا شباب. كرويه، هي طلعت شريره يا شباب. هتقتل ابوه، هتقتله يا شباب. اوكي زي ما انتم شايفين صاحبنا. طيب الزومبي والسكيلتون بيضربوا بعض، شوف الزومبي الصغير. اها اوكي يا شباب، شوفوا السكيلتون بيتضربوا مع الزومبي ورا. طيب خلي بالك من السكيلتون الصغير دايما وقع، وقع في الميه، الزومبي كله هيجي وراه. لا 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 لا، ارم اندر بيرن. الله عليك، انا احس ان هو يروح يلاقي وراه سلندر مان، حاسس قلبي بيقول لي كده، قلبي بيقول لي ان هو لو جري في حته يلاقي سلندر مان. الكاميرات بتسجل حاجات مش طبيعيه بجد بجد، الحاجات اللي بتظهر في الفيديو ده مش طبيعيه. على فكره هم بيصوروا بالصدفه عشان تبقوا عارفين، يعني الناس ديت اصلا ما بيبقاش قصدها ان هي تصور. اوكي زي ما انتم شايفين الزومبيزو بيجري وراه، اجري من الزومبيزو. ارمي الاندر بيرن. بس المكان ده مضيء يا شباب، ليه المكان ده مضيء؟ لافا. اوكي اللافا هي اللي منوره المكان. اللافا فيها سلندر مان. يا حظك يا حظك. ذا ووتر توك مي سترينج تو هيم، يعني ايه؟ ما فهمتش. انا اللي فاهمه ان الموضوع في ميه، تو هيم لنفسك، الباقي ما اعرفوش الصراحه. اوكي يا رب استرها والنبي يا رب، يا رب استرها. انا بدات اخاف، انا بدات اخاف. اوكي فحم، نايس، جمع الفحم كله يا مدير، الفحم كله بتاعك. اوكي خد الفحم كله كده، بسم الله الله عليك. اه جمع، انت هتعمل ايه؟ ما انت ما عندكش حاجه تجمعها، يعني انت لو نزلت شويه هتلاقي سلندر مان، فهتجمع ايه؟ جمع الفحم والايرون واطلع على طول بره العالم، او بره العالم ايه؟ بره الكيفين. اوكي زي ما انتم شايفين الكهف ده رهيب، الكهف ده لو نزل فيه مش هيعرف يطلع، هيحتاج وقت قبل ما يطلع. اوكي تخيل عزيزي عزيزتي المشاهد انك اول ما تدخل كهف وتلاقيه مسدود تلاقي قدامك سلندر مان على طول، تبول لا ارادي. اه والله يا شباب يعني الموضوع مرعب جدا الصراحه، تخيل تلاقي سلندر مان ولد ولد على طول بتموت. انا بحاول انا اخليكم الموضوع مضحك، بس انتوا لو بتسمعوا الموسيقى اللي انا سامعها بجد رعب. جاد دام. اوكي زي ما انتم شايفين صاحبنا داخلين برضو كيفنج، على فكره هم ما بيحرموش الكيفنج، الكيفنج هم مش بيحرموا، يعني دايما بيلاقوا فيها سلندر مان وبينزلوا برضو، حاسس سلندر مان يطلع لهم من اللوفا. خلي بالك يا سكوبي كرافت. اوكي مين صاحبنا اللي معايا ده بقى عشان ابقى عارف مين صاحبنا اللي معايا؟ اوكي ايه ده؟ في غرفه سريه صح؟ ولا لا؟ لا يا شباب لا. اوكي اوكي صاحبنا اتحرق، لا اتحرق يا شباب اتحرق اتحرق. اوكي اوكي الحمد لله عمل لهم طريق مع انه اتحرق كل دايموند، بس تحت الدايموند لافا. الدايموند ده فوق ايه لافا؟ الدايموند ده فوق ايه لافا؟ في لافا، في لافا فوق، في لافا هتنزل عليك، في لافا هتنزل عليك يا سكوبي سكوبي. ايوه كنت عارف والله كنت عارف والله، شفت اللافا اصلا بتنقط من الدايموند، شفتوها يا شباب؟ اللي شافها يكتب لي تحت في الكومنتات، انا شفتها والله، اللافا كانت بتنقط من الدايموند. اوكي ايه ده؟ المعبد ده بقى دايموند وايميرالد، انا لازم استكشفه معاكم. واو واو، في التحديث الجديد بقى دايموند وايميرالد. او ماي جاد، انا لازم الاقيه، لازم اروح الجانجل ولا ايه؟ اوكي بيقول له تعالى بص كله دايموند وايميرالد، مكان سري من تحت الارض. واو واو يا شباب. اوكي
المفروض اننا بتحل اللغز عشان يفتح لك مكان الصناديق اتوقع. ها الدروبر بيوقع دايموند، بس اكيد في حد ورا الموضوع ده، في حد ورا الموضوع ده يا شباب، في حد ورا الموضوع انا متاكد، صدقوني يا شباب في حد ورا الموضوع ده. بلوكات دايموند يا مفتري، كل دي بلوكات دايموند، كل دي بلوكات. اوكي وجولد، اغراض رهيبه. اوه لو عرفت تخرج بقى من هنا اتوقع انك بقيت اغنى واحد في السيرفر، لو عرفت تخرج انا متاكد ان هم يقابلوا حاجه في وشهم 100% صدقوني. اوكي بيقول لك ان هم بقى اغنياء، شوفوا بيرموا الدايموند من كتر الدايموند بقى يرموا. ايه ما حصلش حاجه؟ واو ده عالم يا شباب، زي ما انتم شايفين جايب خنزير، جايب بلانيت وجايب عنكبوت. طبعا انا مش بتنمر على بلانيت لان بلانيت صاحبي وحبيبي واخويا، فبحب ان انا اتكلم معاه حتى هو بيفرح لما بحبك بحبك يا بلانيت. اوكي هنا زي ما انتم شايفين الخنزير، هو هيعمل عليه تجربه ايه ده؟ اوكي ما تقوليش هيجوز الخنزير للعنكبوت، رمى عليه البوشن، البوشنات بتاعته كلها بوشن اللاكي. طيب لا لا ما تقولش بالله عليك ما تقولش. واي واي ايه هاو هاو ازاي ازاي دل ده او يعني انت تعمل دمج ما بينهم ولا ايه شباب؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات بجد انا خايف. اوكي بيجيب الاكس بي، طيب يحط اكس بي على البيج على الخنزير برضه ليه يا شباب؟ اكيد في في حاجه هتحصل مش طبيعيه وانا مش عايز اخاف، يعني انا ماسك نفسي بالعافيه مش عايز اخاف. اوكي راحوا لبعض راحوا لبعض. اوكي حط الحاجه. او ماي جاد واو يا شباب، خنزير عنكبوت خنزير، لا هيقتل هيقتل العالم هيقتل العالم. او ماي جاد يو ار ان ورطه، الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك بجد يا شباب. انا لو مكانه اوكي صاحبنا ده جعان جدا، البيبي بتاعه بيتحرق، طفي طفي. هاي البيبي بيتحرق من ناحيتين، من الباب الامامي والباب الخلفي، هيطلع فوق وهو دمه اصلا قلبي يعني لو لمس النار هيموت. اوكي هنا طفاها، اخرج اخرج من البلكونه، لا لو نزل هيموت. هاي ده بيقول له تعالى تعالى انقذك. هاي دي ماشيه بكيكه ليه كده؟ اوكي ده بيقول له تعالى انقذك، هينط ده ولا ايه؟ هينط؟ لا لا ما تتجننش، لا ده جري. شباب التاني السيف جري سابه ينط على الارض مات. اوكي ده البغبغان تقريبا عايز كوكيز لان البغبغان بيحب الكوكيز، بيحب السيدز وبيحب كل المشتقات. هي يقتله؟ اها عايز يقتله جري. والله بغبغان مستفز شكله. بوم هيقتله هيقتله، نشل نشل. لا لا ما عرفش يقتله يا شباب، ما عرفش يقتله، جري يا شباب جري. اوكي اوكي الكوكيز بتاعته موجوده جوه لسه، انا بحسبها هتتسرق، بحسب يعني هم بيعملوا عليه خطه، بس طلع مش بيعملوا عليه خطه. طيب نام بعد كام ساعه. اوكي ايه اللي هيحصل بقى؟ اتوقع ان البيبي بتاعه كله هيبقى مسروق. البغبغان تاني، والله انك مستفز. جاب له البو، جاب اوكي هيدي واحد البو. اوكي اوكي اي 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 بوم بوم. اوكي اتوقع ان هو عايز يجيبها فيه. بوم اوكي شكلها هيجيبها فيها يا شباب، والله لو نشيل ايه. اوكي مشي الحمد لله مشي بعيد، بس ايه ليه البغبغان ده مستفز للدرجه دي؟ والله انه مستفز جدا. اوكي نام تاني. طيب بعد بعد كام ساعه برضو كمان ايه اللي هيحصل بقى؟ ايه اللي هيحصل يا ترى؟ هاي هاي البغبغان جاب له تانتي، او ماي جاد دخل بيها البيت كمان احطها له جوه. او ماي جاد يو ار ديد مان، كاكتس ويز سبريس. اها هيعمل حاجه بالكاكتس اللي هو الصبار يا شباب. اوكي في في عالم كده انا شفته على الشمال، شفتوه يا شباب؟ في حاجه كده جدار ابيض على الشمال. اوكي صاحبنا قاعد بيجمع كاكتس، شاف كهف قدامه هينزل الكهف برضه، والله باين عليه عاشق الكوف زي انا، بيحب الكوف زي يا شباب. اوكي زي ما انتم شايفين قاعد بيجمع كاكتس تاني، تخيلوا ان حبايه الكاكتس ما بتجيبش غير ثلاثه، هو دلوقتي كسر ثلاثه، كسر اربعه، تمام ايه اللي هيحصل بقى في الاخر؟ كسر خمسه، اوكي خمسه، تمام في حاجه غريبه ولا ايه؟ هي هي واحد عامل فخر كاكتس، انه عامل فخر كاكتس يا شباب. وبس يا شباب وصلت المقطع، اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم، وزي ما شفنا يا شباب اصدقائنا اول مره تحصل معاهم الحاجات ديت وصوروها تصوير مباشر عن طريق مرات المراقبه اللي هم شباب يعني غصب عنهم هم بيصوروا بيلعبوا كده فعندهم اف 10 فراحوا مصورين يا شباب لقطات اول مره تحصل في لعبه ماينكرافت. وبس يا شباب اشوفكم مقطع جاي على خير الله، وسا سا سا سا
احبكم جدا، احلى ناس في الدنيا. سلام سيولتر شباب، مع السلامة. متنسوش تقولي على انستجرام عشان نتكلم مع بعض كتير. سلام.